يعني لما اجي اقول البنك المركزي النهارده الناس العماله عايزه تضرب اقتصاد مصر، تضرب مصر. لما يتم ترويج الاشاعات امبارح عن استقاله السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، هل تستهدف طارق عامر ولا تستهدف الدوله المصريه؟ تستهدف مصر واقتصاد مصر مش طارق عامر. موضوع مش طارق عامر ده، البنك المركزي المصري. انت عارف يعني ايه لما تروج شائعه زي كده؟ في الدول الكبيره شائعه زي دي بتضرب. شوف بتضرب، ما بالك احنا ووضعنا اللي احنا فيه ممكن تعمل ايه؟ تخلي صناديق سياديه كبيره تسال هو ايه الموضوع؟ دول وبنوك كبرى تسال هو ايه الحكايه؟ هو ايه موضوع البنك المركزي؟ هو ايه موضوع طارق عامر؟ اتضح انه بعض المغرضين من اصحاب الهوى واللي هم اهواء واللي بيستهدفوا البلد وراء تلك الشائعة المغرضة اللي هي كانت تضرب وتدمر. تدمر ايه؟ انا بتكلم على البنك المركزي. اصل ما يحصل ده، خلي بالكم، اصل ده حكاية مش في مصر، في اي حتة في العالم تعمل هزة فورا. ولكن امبارح البنك المركزي، وانا بحييهم، امبارح عملوا بيان سريع جدا نفي لا صحة لاستقالة محافظ البنك المركزي من منصبه. أكد جمال نجم نائب أول محافظ عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه. وأنت يعني لسه المحافظ قدامه لحد نوفمبر 2023 وفقا للدستور وكذا وقرار التكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانه الدور الكبير اللي بيقوم بالبنك حمايه 9 تريليونات جنيه موجوده وداعي المواطنين بيحافظ عليها البنك المركزي بضمان البنك المركزي. عايز ده، انا لسه بنتكلم من يومين على اللي عمله البنك المركزي والمحافظ والاداره والمحافظ، مش المحافظ لوحده، اداره البنك المركزي. منظومه ان انت العجز اللي عندك، عجز الشهري اللي كان 3.9 مليار دولار في فبراير اللي فات نزل اقل من 500 مليون دولار. ده نجاح بسياسه رشيده حكيمه. فتيجي تضرب النهارده تضرب الضربه وعايز تعمل ده، فزي ما بقول لك. فانا النهارده بتكلم في ايه النهارده؟ اما تقول البنك المركزي، هو البنك المركزي مثلا حد كده ناس تروح ضربه اسماء، لازم يكون اشتغل هذه الشغلانه. ما ينفعش تجيب اي حد في المكان ده وشغل الشغلانه دي من سنه 15 و20 سنه خبره، مش سنه ولا اتنين في حاجه. ده بنك مركزي، عارف اللي كتب ده واللي قعدوا اتكلموا امبارح، انتوا عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه بنك مركزي؟ وانت بتكتب وتكتب اسماء وتم تعيين وتم هيتم، كلها اخبار فنكوش، مش اخبار، هي شائعات فنكوش. ناس بتجيب من على القهوه